الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بأبرز العناوين. على خلفية حملة تخريبية طالت دعاية تحالف عزم في الموصل، فريق قانوني يتحرك لمقاضاة حكومة نينوى المحلية. الخارجية تباشر بإجلاء عشرات العراقيين من بيلاروسيا والهجرة تعلق، خصصنا أموالا ووفرنا جوازات لتسريع إجراءات العودة. بمباشرة أكثر من 13 دولة عربية وأجنبية، الحكومة تنهي تحضيراتها لعقد قمة بغداد نهاية شهر آب الجاري. مرحبا بكم مجددا. استنكر تحالف عزم إقدام حكومة الموصل المحلية على تخريب متعمد ورفع دعاية التحالف الانتخابية، واصفا التصرف بأنه بلطجة سياسية واضحة وتجاوز سافر على الحقوق التي تكفلها القانون وتكفلها الدستور. أيضا التحالف دعا في بيان محافظ نينوى إلى بيان مسببات هذا الإجراء فورا، كون التحالف لم يتسلم أي إشعار بمخالفة قانونية تخص الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن الفريق القانوني للتحالف سيرفع شكوى رسمية لمفوضية الانتخابات ضد هذا التصرف والأطراف التي تقف وراءه، إلى جانب رفع دعوى قضائية تجاه الجهة التي أصدرت القرار لمنع تكرار هذه الحالات التي تنم عن ميول وتأثيرات سياسية لجهة منافسة. وأكد التحالف أن استغلال موارد الدولة لضرب الخصوم بات واضحا للجميع. هذا وأكد المركز الإعلامي لتحالف عزم أن التحالف ملتزم باتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية ضد محافظ نينوى وأي جهة مسؤولة عن إزالة الدعاية الانتخابية للتحالف في الموصل برغم استحصال الموافقات الرسمية. وطلب المركز الإعلامي لتحالف عزم في تغريدة على تويتر، طلب محافظ نينوى بتوضيح أسباب ورفع وتخريب الدعاية الانتخابية للتحالف في الموصل من قبل فرق البلدية التابعة للحكومة المحلية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية ضد الجهات المسؤولة عن هذا التصرف. هنأ رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر الشعب العراقي بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. الشيخ الخنجر قال: عام هجري جديد نتمنى فيه الخير للبلاد والعباد، ونأمل فيه أن يكون عام انتصار على الفساد والطائفية وعام خلاص حقيقي للشعب. وبين الشيخ الخنجر أن دروس الهجرة تذكر دائما بالواجب الأخلاقي في عودة كل مهاجر ونازح إلى بيته، وقبلها تؤكد ضرورة معالجة كل المسببات من ظلم وعذاب اضطرت الإنسان لهجر موطنه وداره. أما دبلوماسيا، فقد بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وكذلك التحديات التي تواجه الانتخابات النيابية المقبلة. وأكد تولر خلال لقائه ببارزاني في أربيل التزام بلاده بمساعدة العراق وأقليم كردستان فضلا عن دعم القوات الأمنية العراقية، كما وناقشا كذلك العملية السياسية والتحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة. على أثر ذلك التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شماخاني، وذلك خلال زيارته طهران التي وصلها اليوم. وقال حسين إن الاستقرار السياسي في إيران أمر مهم بالنسبة إلى العراق، وعبر عن رفضه أن يكون العراق ساحة للاعتداء على جيرانه. من جهته أشار شمخاني إلى أهمية التنفيذ السريع للاتفاقية الاقتصادية
بين البلدين. هذا وأنهت الحكومة العراقية تحضيراتها لعقد قمة بغداد المقرر عقدها نهاية شهر آب الجاري بمشاركة أكثر من 13 دولة عربية وأجنبية، منها دول جوار العراق مصر وكذلك قطر والإمارات بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. القمة المدعومة من قبل واشنطن وباريس ستبحث جميع المشكلات والتحديات التي تمر بها المنطقة، لا سيما التصعيد في لبنان واليمن واستهداف السفن، وكذلك تعزيز ودعم بغداد سياسيا واقتصاديا وتهيئة الظروف لتشجيع دخول المستثمرين لإعادة تشغيل المصانع والشركات والمعامل في العراق. وعلى هامش هذا الملتقى ستكون هناك لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية بين السعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لقاءات بين تركيا والعراق للتباحث بشأن كل الخلافات وإمكانية تجاوزها. في المقابل، اعتبرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قمة بغداد المقبلة انتصارا جديدا لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الطامح لإخراج العراق من عزلته الدولية، كما قالت الصحيفة. أضافت أيضا أن خصوم الكاظمي الذين يعملون على وضع العقبات أمام الخطوات التي يسعى الكاظمي إلى تحقيقها على صعيد إصلاح الأوضاع الداخلية في البلاد لم يتمكنوا من لجم طموحه باتجاه إخراج العراقي من عزلته طوال أكثر من عقد ونصف. كذلك بحث مع دول الجوار التهدئة الإقليمية من بينها السعودية وإيران وحتى ملك الأردن، بالإضافة إلى الدول الإقليمية على مستوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، آخرها رعايته خلال شهر حزيران الماضي قمة بغداد الثلاثية مع مصر والأردن، وكذلك القمة الإقليمية المنتظرة. إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في محافظة بابل. وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء عبور رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق محافظة بابل السريع، لافتة إلى أن الاستهداف لم يتسبب بأي خسائر بشرية إلا أنه أدى إلى أضرار بأحدى عجلات الرتل. إذن آخر تطورات ملف الوجود الأجنبي في العراق نستعرضه بهذا التوضيح طبعا عقب المباحثات الأمريكية العراقية في جلسة الحوار الاستراتيجي الماضية. مغادرة أول قوة أمريكية استجابة للحوار الاستراتيجي، عملية الانسحاب ستستمر حتى 31 من كانون الأول. إضافة إلى ذلك، ستكون هناك حماية عراقية للمستشارين العسكريين الأجانب، على الأقل هذا ما توعد به العراق على لسان وزير الخارجية والمتحدث باسم وزير الخارجية وكذلك رئيس الوزراء العراقي. هذه الحماية سوف تكون متعهدة من قبل العراق على الرغم من الاعتراضات عليها. انسحاب التحالف كما تقول الحكومة لن يؤثر على التدريب والتسليح، بالإضافة إلى أن الدعم سوف يركز على مجالي الاستخبارات وعلى مجال الاستطلاع أيضا. العمليات المشتركة تقول أن التحالف لن يرفض أي طلب عراقي بشأن الاستطلاع، وفق ما أفاد به المتحدث باسم العمليات المشتركة. أعلنت وزارة الخارجية وصول رحلة جوية على متنها نحو 250 شخصا من العراقيين المسافرين والعالقين في بيلاروسيا. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أن الرحلة شملت إجلاء 240 من العالقين والمسافرين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا للحد من الهجرة غير الشرعية وإبعاد المهاجرين عن الاستغلال المادي والبشري، مؤكدا استمرار عملية الإجلاء على متن الخطوط الجوية العراقية. رصدت قناة الفلوجة صورا حصرية من معاناة العراقيين العالقين في ليتوانيا الذين أكدوا وضعهم بمكان أشبه بالسجن على الرغم من عددهم البالغ أكثر من 150 مهاجرة بينهم نساء وأطفال، مطالبين بتوفير الحماية لهم وإيوائهم في أماكن صالحة للسكن، خاصة وأن الكثيرين منهم يعانون من الأمراض. هاي ست هاي بالنسبة هاي بقى هذا الشرشف حزين عوانا هنا، تعرفين اكو ويانا شباب
والحرم تعرفين احنا تقاليدنا ويعني ويانا شباب ويانا عاطينا بالسسمة هذا الممر العفو مكاناتنا هاي العوائل هنا هذا الممر اراويش الحمام مالتنا 150 شخص على هذا الحمام اذا تسمح قناة الفلوجة هذا الحمام واحد تواليت واحد هذا مكسور 150 شخص على هذا التواليت هاي حصرا قناة الفلوجة هذا حمام واحد حاليا واحد يسمح به إلى ذلك أكد وكيل وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري أن العراق لا يتحمل مسؤولية محاولة بعض المهاجرين العبور إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني مؤكدا أن على أوروبا تضييق الخناق على المهربين أو المهربين الموجودين على أراضيها ازدواجية المعايير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ليس صحيحة ونحن من طرف العراق أوقف الرحلات لكن هذا لا يجدي نفعا على روسيا هي التي أن تؤمن حدودها وتمنع شبكات التهريب وليس العراق تحميل العراق هذا أمر غير صحيح للعراق يسمح بالآخرين بالذهاب أما أن ننسى ما حصل للشاب العراقي بين الحدود البيلاروسية والليتوانية ويقتل بهذه الطريقة البشعة هذا أمر مرفوض أبدا هذا وأكد النوري أن سفارة العراق لدى روسيا وفرت جوازات سفر سريعة للمهاجرين العراقيين العالقين عند حدود بيلاروسيا وليتوانيا فيما أشار إلى احتمالية منح الأموال اللازمة لمن لا يملكها من أجل عودة آمنة السفارة العراقية في روسيا ذهبت إلى الخطوط الجوية العراقية في بيلاروسيا في العاصمة بيلاروسيا ومنحت العراقيين الذين فقدوا جوازاتهم جوازات سفر سريعة وحتى الذي لا يمتلك أموال العودة سوف نوفر له ذلك في ملف آخر أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعليق تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق وذلك لضرورة سد احتياجات إيران داخليا وبحسب الوسائل الإعلامية فإن المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي أوضح أنه تم خفض حجم التصدير إلى 150 ميجاوات خلال هذه السنة بعدما كان نحو 2000 ميجاوات بالمقابل أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن الوزارة تتواصل مع السفارة الإيرانية في بغداد ووزارة الطاقة الإيرانية لمعرفة أسباب إيقاف تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق وبيّن موسى في تصريحات صحفية أن خطوات نقل الطاقة من إيران متوقفة منذ 3 أشهر كما أن إطلاقات الغاز انحسرت من 47 مليون متر مكعب في اليوم إلى 25 مليون متر مكعب ولفت إلى أن هذا الانحسار تسبب بنقص في الطاقة الكهربائية أعلنت وزارة الكهرباء تعرض الخط الناقل للقيارة سد الموصل لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط 3 أبراج وذلك بعد يوم واحد من استهداف آخر تسبب في خفض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم محافظة نينوى وقالت الوزارة في بيان إن الحادث تسبب أيضا بقطع الأسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى مشيرة إلى تعرض أحد هذه الأبراج الثلاثة لاستهدافين سابقين هذا وأعلنت وزارة الكهرباء تعرض الخط الناقل بين كركوك وبيجي إلى عمل تخريبي أيضا بتفجير عبوات ناسفة ما تسبب في سقوط أبراج عددها 7 وحدوث أضرار أدت إلى خروج الخط عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى على ذلك الخط وذكرت الوزارة إن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الطاقة أخذ يتوسع وبشكل كبير لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو عزل خطوط المنطقة الشمالية عن المنظومة الوطنية كما أضافت الوزارة أن فرقها الهندسية والفنية تعمل باستمرار على ربط ما تم قطعه وإعادة التيار الكهربائي إلى تلك المناطق تداعيات قصف الأبراج الكهربائية والأعمال الأرهابية التي تعرضت لها 7 أبراج نستعرضها في هذا التوضيح بالبداية أكثر من 30 هجوما يستهدف أبراج الطاقة الكهربائية خلال أيام تصريحات الحكومة تقول أن داعش الإرهابي هو المتورط الحقيقي بهذه الهجمات أما لجنة الأمن النيابية في البرلمان العراقي فتقول إن جهات مستفيدة قد تكون وراء هذه الاستهدافات بالإضافة إلى ذلك هنالك رأي آخر لوزارة الكهرباء تقول نتعرض إلى حرب شرسة ومعلنة بالعبوات الناسفة على الأغلب تتهم تنظيم داعش
وزارة الكهرباء أيضا تقول أن الحرب تستهدف إنهاك القدرات والملاكات الخاصة بوزارة الكهرباء التي ليس لديها وزير، فقط لديها متحدث باسم الوزارة. الهجمات تتركز في المحافظات المحررة من ضمنها الأنبار وحتى ديالى بالمناسبة، بالإضافة إلى هنا وصل أحدين الأولى. طواقم الصيانة تعرضت إلى هجمات وعمليات قنص كما تقول وزارة الكهرباء، وتضيف يجب تفعيل الجهد الاستخباري والتعاون مع العشائر مثل التجربة التي يعني حمت الأنابيب خط الغاز في محافظات أخرى. وفرنا أرقاما ساخنة لإبلاغ عن التحركات المشبوهة تؤكد أيضا وزارة الكهرباء، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التمكن من صد عمليات من شأنها أن تحد من هذه الهجمات. للمزيد عن ذلك ينضم إلينا المتحدث باسم وزارة الكهرباء السيد أحمد موسى. مرحبا بحضرتك سيد أحمد. بالبداية هل حدثتنا عن أسباب قطع الكهرباء من قبل إيران، علما أننا كنا نستلم من إيران حصة تبلغ 2000 إلى 2500 ميجاوات واليوم انخفضت إلى الربع تقريبا؟ تفضل. حياكم الله أخي الكريم. مرحبا بجميع مشاهدي قناتكم الكرام. أهلا وسهلا. يعني بالنسبة إلى الحديث عن إمدادات الطاقة الكهربائية عبر الخطوط الناقلة، حقيقة هذه إمدادات الكهرباء عبر الخطوط الأربعة الإيرانية الواصلة إلى العراق هي متوقفة منذ أكثر من شهرين الناقلة للكهرباء. اليوم العراق يستورد مرة كهرباء ومرة يستورد غاز. الحديث عن إمدادات الكهرباء هي قرابة أكثر من شهرين هي الخطوط الإيرانية متوقفة عن العمل، وليس هنالك إمدادات كهرباء للعراق منذ أكثر من شهرين. الحديث عن إمدادات الغاز، كان العراق يورد للعراق قرابة 47 مليون متر مكعب من الغاز، للمناطق الوسطى وبغداد 30 مليون متر مكعب يوميا، وللمناطق الجنوبية 17 مليون متر مكعب. الآن جرى تخفيض النسبة من 47 مليون إلى 25 مليون متر مكعب، الأمر الذي تسبب بخسارة قرابة 2400 ميجاوات إلى 2600 ميجاوات. بصراحة لأسباب لحد الآن هي غير معلومة لدى وزارة الكهرباء. تحاول الوزارة التنسيق مع السفارة الإيرانية، تحاول التنسيق مع وزارة الطاقة الإيرانية لمعرفة الأسباب وانحسار إطلاقات الغاز، وأيضا تنسق مع وزارة النفط بشكل عالي وكبير لإمكانية تعويض ما خسرته المنظومة من غاز لقاء تشغيل المحطات. وبالتالي التنسيق عالي مع وزارة النفط لأن تكون هنالك إمدادات غاز وطني وأن تكون مصادر وقود بديلة لتشغيل المحطات. طيب استثمر وجودك معنا أيضا الحديث عن الهجمات وإيقاف أعمال تخريبية سبع يعني في محافظة واحدة سبع أبراج لنقل الطاقة الكهربائية اللي تمتد طبعا ما بين بيجي وكركوك التي تزود توقفت. الحل لذلك برأيكم كيف سيكون الحل وإيقافه؟ وأنا أشهر نتحدث عن ذلك، الحديث حتى وزارة الكهرباء تتحدث عن ذلك بالمناسبة. والله سيدي الكريم، يعني للأسف الشديد لا تزال البنى التحتية للكهرباء من أبراج وخطوط نقل الطاقة تستهدف بشكل عنيف وبشكل كبير في محافظات نينوى ومحافظات كركوك وصلاح الدين وديالة وحتى محافظة الأنبار وأجزاء من محافظة بابل. البنى التحتية لقطاع الكهرباء تتعرض إلى هجمات يومية. الحديث اليوم طبعا رغم الجهد العسكري، رغم الجهد الأمني، رغم الجهد الاستخباري، رغم منافذ فتحتها الكهرباء مع الإخوة المواطنين وجهاء العشائر شيوخ القوم، إلا أن الاستهدافات ما تزال مستمرة. الحديث عن يعني توجيهات السيد رئيس الوزراء إلى تسيير أفواج طوارئ لحماية الخطوط الناقلة، والحديث عن نصب كاميرات حرارية وتسيير طيران مسير، كل هذا يتحدث عنها الجهد الاستخباري والأمني أنها موجودة، لكن لا تزال الاستهدافات مغلة. وللحديث قبل قليل طبعا بالمناسبة قبل قليل تم استهداف خط كركوك المنصورية بعبوات ناسفة، الأمر الذي أدى إلى تضرر برجين لنقل الطاقة. اليوم صباحا تم استهداف خط كركوك بيجي، ما تزال الاستهدافات مغلة. طبعا هدفها الأول هو الإغال بأذية المواطنين. بصراحة المتضرر الأكبر لقاء هذه الهجمات وتراجع ساعات التجهيز، وبالتالي ضررها على المواطن أولا. رغم الاستنفار الكبير لملاكات الوزارة ورغم معاودة إعمار تلك الخطوط بشكل سريع
إلا أن الضربات تتوجه من أماكن مختلفة لخطوط وأبراج نقل الطاقة، تحدد أحمال المنظومات، تقطع أوصالها، تعزل المحافظات والمناطق بعضها عن بعض، وبالتالي إن لم يكن تراجح في بعض الأحيان انعدام الكهرباء عن محافظات ومناطق بكاملها. أكو تداعي خطير جدا. أولا اليوم التخريب يتخذ أساليب جديدة لاستهدافات، كانت الاستهدافات تطال الخطوط الناقلة خارج المدن، اليوم هناك استهدافات للخطوط الناقلة داخل المدن، داخل المدن نفسها. والأكثر من ذلك هناك كسر لمبازل المياه، بغية إغراق المنطقة التي تعمل بها صياناتنا بالمياه، وبالتالي يجعل مقطع العمل صعب. هنالك أعمال قنص لملاكاتنا العاملة، هنالك حرق لآليات وعجلات تخصصية للكهرباء، تتعرض الكهرباء إلى حرب معلنة بصراحة ضد جهود الكهرباء. هنالك استنزاف كبير لملاكات الوزارة وقدراتها، الأمر الذي يجعل اليوم توفير حديد الأبراج بغية إعادة الإعمار بصراحة صعب جدا. اليوم نحن على أعتاب نفاذ حديد الأبراج الذي كان من المفترض أن نمضي بخطوط نقل طاقة جديدة، نفك الاختناقات، وإذا به حديد الأبراج اليوم تعاد به عملية إعادة الإعمار، ونحن على وشك نفاذ هذا الرصيد الاستراتيجي من حديد الأبراج في مخازن الوزارة. لابد من أن يطلع الجميع بحماية ملف البنى التحتية للكهرباء، ملف حاكم، ملف أمن وطني، ملف تعايش سلم الكهرباء، تعطيله واستهدافه وتخريبه بهذا الشكل حقيقة ينذر بتداعيات خطيرة إن استمر. نعم، المتحدث باسم وزارة الكهرباء السيد أحمد موسى كنت معنا، شكرا لانضمامك إلينا. انتخابيا، أعلنت مفوضية الانتخابات آلية تنقل وفد المراقبين الدوليين أثناء رصد العملية الانتخابية، مؤكدة أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات مهمتها توفير الأمن لتنقلات المراقبين الدوليين ووصولهم إلى مراكز الاقتراع. وأشارت المفوضية إلى أن انتشار وفد المراقبين الدوليين سيكون بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات من خلال وضع خريطة لتوضيح عدد أماكن مراكز الاقتراع، وبالتالي سيكون الخيار لهم بالذهاب إلى أي مركز أو محطة يودون مراقبتها أو رصد العملية الانتخابية فيها. من جهته، أكد القيادي في تحالف عزم الشيخ إياد الجبوري أن التحالف وبعض الكتل السياسية مصرون على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 10 من تشرين الأول المقبل لتحقيق إرادة المواطنين والحفاظ على مستقبل البلد، مضيفا أن تأجيل الانتخابات يؤثر سلبا على الوضع الأمني خاصة وأن جهات سياسية تريد تأجيلها. يعني هو موضوع الالتزام بموعد الانتخابات، وهذا من أولويات بعض الكتل وبعض المرشحين وأيضا تحالف عزم. وأيضا أكدنا أنه، واليوم كنا أنا أراقب بعض الأخبار والتصريحات من قبل مكتب رئيس الجمهورية أنه هنالك تأكيد على موعد الانتخابات في توقيتها، وأيضا من خلال الأمم المتحدة والرأي العام وكثير من اللي هم أيضا يعنيهم موعد الانتخابات في توقيتها، وهذا طبعا راح يصب في مصلحة انتقال وضع البلد والنهوض بواقع حال أفضل إذا كان توقيتها. لأن تدرين يترتب على تأجيل الانتخابات كثير من الأمور اللي تنعكس سلبيا على الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي. فهذا هو يعني من أولوياتنا الأساسية أنه تكون الانتخابات في موعده. عزم التحالف الذي انبثق على أساس حلحلة الأزمات المصيرية في المحافظات المحررة اختار الحوارات البناءة بين القوى السياسية أداة رئيسة لتحقيق التغيير الذي يتطلع إليه العراقيون. يسعى تحالف عزم لإجراء حوارات بناءة بين القوى السياسية خدمة للصالح العام، بغية الوصول إلى التغيير الذي يتطلع له العراقيون وتغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة ومنح العراقيين فرصة الأمل والثقة بالدولة والنظام الديمقراطي. تحالف عزم منذ البداية منفتح على جميع الكتل السياسية في سبيل السير بعملية انتخابية شفافة بعيدة عن السلاح المنفلت، بعيدة عن تأثيرات المال السياسي. لذلك اللقاء اللي كان يوم أمس
مع السيد رئيس مجلس النواب السابق الدكتور الأستاذ أسامة النجيفي، كان الغرض من عندها هو توحيد الجهود والرؤى، توفير بيئة صالحة تضمن إجراء الانتخابات دون تلاعب وتزوير، إلى جانب المشاركة الانتخابية الواسعة، هو ما يطمح إليه تحالف عزم للحصول على انتخابات نزيهة تمكن الناخب من حرية التصويت واختيار الشخصيات الكفوة. أول أنه ما تكون يعني هذه الانتخابات مثل الانتخابات الماضية، وطبعا أنت تعرف جنابك أنه هنالك تغيير كبير في موضوع القانون وموضوع نظام الانتخابات اللي موجود، ونعول إن شاء الله على هذه الانتخابات ستكون انتخابات أفضل من السابق. تحالف عزم يؤكد استمراره ومواصلة جهوده للوصول إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة، وهي جهود ضمن تحركات التحالف الذي انبثق على أساس حلحلة الأزمات المصيرية في المحافظات المحررة كالنزوح والمغيبين والمعتقلين بتهم كيدية. إذن أبرز التطورات الانتخابية نستعرضها بهذا التوضيح بخصوص الانتخابات وتجهيزها من قبل المفوضية وحتى الحكومة العراقية. المفوضية تقول أكملنا أغلب الاستعدادات لانتخابات تشرين الأول 10/10. أيضا تؤكد نعمل على طباعة ورقة الاقتراع ودليل المرشحين. البطاقات البيومترية أمينة ورصينة وقصيرة الأمد، أي لا يمكن استخدامها مرتين، مرة واحدة فقط. تعطيل بيانات بطاقات بيومترية أصدرت على مدار 5 سنوات تؤكده المفوضية. أيضا تحجب بطاقات لم يتم تسلمها من قبل أصحابها منذ 7 سنوات خشية التزوير واستعمالها مرة أخرى. تؤكد أيضا المفوضية وتضيف العمل على حجب البطاقات الانتخابية للمتوفين أو المتوفين لكي لا تستخدم أيضا مرة أخرى. تقول المفوضية تسلمنا 2,500,000 بطاقة للمواليد الجدد. أيضا اعتمدنا على الصحة والتجارة في إعداد البيانات لكي تكون هنالك إحصائية لمن سيكون قادرا على الاقتراع. حذفنا 43,000 بطاقة لمتوفين عبر وزارة الصحة العراقية. إذن هذه البيانات التي صدرت من قبل المفوضية بخصوص أعداد الذين سوف يتمكنون من الاقتراع. في كارثة هزت مشاعر أهالي محافظة ميسان، توفي رجل وزوجته بعد سقوطهما في مجال الصرف الصحي في دائرة مجاري ميسان، ليتركا خلفهما 7 أيتام من الأطفال كبيرهم لا يتجاوز 10 سنوات في ظروف مادية يرثى لها. تفاصيل القصة المؤلمة نتابعها في هذا التقرير. حادث مأساوي آخر يفجع به العراقيون وتحديداً أهالي ميسان. هنا في بركة الصرف الصحي سقط محمد، ثم لحقت به زوجته محاولة إنقاذه، لكنهما فارقا الحياة معاً ليتركا خلفهما 7 أيتام في ظروف مادية صعبة للغاية. هاي اخوتي وين يروح؟ احنا ايتام بقينا عند جدي وبيت جدي، لا عدنا بيت لا عدنا شيء، وهذا احنا 7 نفرات، وهذا اخوي الصغير وانا الكبير، ونطلب منه الله منكم تجون تساعدونا. فقر الحال والعوز الشديد اجبر محمد وعائلته على السكن في احدى غرف دائرة مجاري ميسان بعد ان تقطعت بهم السبل، ولكنه لم يكن يعلم أن هذا المأوى سيسرق روحه وروح زوجته. يأتي هذا والمقربون منهما يلقون اللوم على الجهات المسؤولة وغياب فرق الإنقاذ قرب هذه المواقع الخطرة. هذا الزلمة وقع ووقعت مرته، نوبجت مرته ووقعت وياه خطية، يعني البارحة هم طاحوا 2 مسوى وذول بالمجاري، هم عايشين بالمجاري، لا لهم بيت لا لهم حقوق لا لهم فد شيء، لا لهم. هاي الجهال تشوفونهم بعينكم 7 نفرات ويا توفى عمل هنا شغله هنا اجر يوم هو بهاي الوظيفه. ما سلامة. لا معدات سلامه عندهم، لا اطفائيات عندهم، لا اكسجين عنده، ينزل بهذا غاز الميثان اقوى غاز، هذا اختنق من الغاز، يعني شو يسوي؟ مجبور ان يشتغل به لان عمله هذا.
بين ليلة وضحاها سبعة أطفال بعمر الزهور أصبحوا بلا أم وأب ودون مأوى أيضا، وفقر حال يفطر القلب، ونظرات بريئة هنا وهناك تتساءل من لنا بعد اليوم، وما هو مستقبلنا بعد هذه الفاجعة؟ كارثة بكل المقاييس تحدث في بلد يطفو على ثروات لا تعد ولا تحصى، ولكنها ليست من نصيب الفقراء والمحتاجين. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. على خلفية حملة تخريبية طالت دعاية تحالف عزم في الموصل، فريق قانوني يتحرك لمقاضاة حكومة نينوى المحلية. الخارجية تباشر بإجلاء عشرات العراقيين من بيلاروسيا، والهجرة تعلق خصصنا أموالا ووفرنا جوازات لتسريع إجراءات العودة. بمشاركة أكثر من 13 دولة عربية وأجنبية، الحكومة تنهي تحضيراتها لعقد قمة بغداد نهاية شهر آب الجاري. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وللمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بقناة الفلوجة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.